يعطيكم العافية أخوان. عافيك يا زلمة. هاي محمد الحميد في جماعة طول الإنسان. نعم. أول شغلة أنا أحب أشكر الإخوان والأخوات أعضاء اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات كوني قريب منهم. أمانة بذلوا مجهودهم ووقتهم وأمور أخرى يمكن يعني الواحد ما ود أن يوضحها. تحاربت هذه اللجنة في بداية عملها لكن قوة وبأس المجموعة اللي فيها فور الله قدرت توصل الطريق هذا فيه ما شاء الله إعلان بشكل واضح وصريح. طبعاً بما أني قلت أنها تحاربت العرب تأكيد أن العيادة الوزارة الداخلية حاولت تعرف من الأشخاص شنو هدفهم شنو عملهم لكن الحمد لله عدينا هالأمور هذه. بالنسبة للتعسفات اللي موجودة في وزارة الداخلية هي المشكلة مش الأمور النظرية اللي قاعد يشوفها على الورق، إحنا عندنا أمور أكبر من كذي. جميع قيادات وزارة الداخلية لا تكون موجودة، مش بس صاحب السمو أولي يعني. هذا أمر إحنا شفناه ونسمعه على الواقع. لا يوجد قيادي في وزارة الداخلية تحاسب. بغض النظر عن امور التجمعات والحريات، احنا لو نتحدث عن حادث مرور في طرف قيادي وزارة الداخلية لا يمكن ان يتحاسب، تغير التعليقات وتغير الامور كلها وتعود الى الطرف الاخر ويطلع هو اذا كان جاني يطلع مزي عليه. تفضلوا الاخوان على موضوع المحامي ما يدخل قسم البحث الجنائية. فعلا هذا الامر واقع مع العلم انه مخالف للقانون. الاخوان اعضاء مجلس 2012 اقروا في التعديلات القوانين الجزائيه محمود والمجموعه اللي معه شاكرين لهم نصوا الماده بتعديل الماده السادسه انها تسمح للمحامي بحضور جميع مراحل التحقيق من ضمنها البحث الجنائيه. وهذا الامر صدر في جريده كويت اليوم بعد ما تمت المصادر ومجلس السمو وصادر عليه صاحب السمو. الجهه المخوله في المواد المختصه في وزاره العدل، تخيلوا يا اخوان وزاره العدل طبقت هذه القوانين ونزلتها، احنا نشوفها كمحامين نزلتها على اللوحه مالتهم. الا وزاره الداخليه لم تطبق هذا الامر، وهذا الامر بحد ذاته هم يخفون واقع، يخفون طريقه، يخفون تعسفات ما يبون المستمع يشوفها، ولكن بفضل اللجنه عادي. واللجان الاخرى باذن الله احنا راح ان شاء الله نوصل لمرحله ان احنا نكون كاشفين جميع على عيبهم، والامر هذا ما راح يتم الا في تضافر جهود الجميع. انا شاكر لكم. شاكر لكم. في أي سؤال أي تعقيب؟